صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، يقول ما المعنى الصحيح لهذا الحديث؟ الحديث على ظاهره على صورته، أي صورة الرحمن، يعني في بعض الروايات على صورة الرحمن، بمعنى أن الإنسان سميع بصير له صفات، والله جل وعلا سميع بصير له صفات، لكن مع الفرق بين الخالق والمخلوق في أسمائه وصفاته. نعم.